أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وصور وفيديوهات أنتوا صورتوها ونشرتوها على المواقع، وإحنا أخذنا بعض معدها وراح نشوفكم إياها بعد شوية. ننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بالأسفل هنا، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من اللحظات على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب تقدرون تتواصلون ويانا عن طريق برنامج الواتساب برسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين جتنا الرسالة ونقرأها بالدقائق الأخيرة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة الإشارة الخضراء مال الواتساب. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف التظاهرات واعتداء القوات الأمنية على الشباب العراقي بمحافظة البصرة. نظم حشد كبير من خريجي كليات الهندسة وكليات الإدارة إضافة عن المحاضرين التربويين من ملحق 2020 تظاهرة للمطالبة بفرص عمل لهم تزامناً ويا زيارة رئيس حكومة الإطار التنسيق محمد الشاع السوداني للبصرة. القوات الحكومية قطعت الطرق وعدد من الجسور بمحاولة منها حتى تمنع وصول التظاهرات قدام مبنى مجلس المحافظة بالبصرة، لكن المتظاهرين أصروا على التظاهر وتوجهوا بتظاهرات كبيرة وحاشدة على الرغم من الانتشار الأمني ومحاولة محافظ البصرة أسعد العيداني أن يسيطر على الوضع بالمدينة حتى تمر زيارة السوداني من دون أي معوقات. خلونا نشوف سوية جانب من محاولات القوات الحكومية لمنع التظاهرات بعد أن حاول قطع عدد من الجسور وخصوصا غلق جسر المحاكم وسط مدينة البصرة مركز المحافظة. تعالوا نشوف. هذا الحال اللي تشوفوه الآن، ما اقتصر الأمر على إغلاق الطرق محاولة منع التظاهرات من قبل القوات الأمنية أو منع التظاهرات من الوصول إلى مبنى مجلس المحافظة، لا، وصل الحال بالقوات الأمنية والحكومية أن تعتدي على المحاضرين والإداريين والمهندسين من اللي يدورون فرص عمل بالضرب بالهراوات والعصي وإصابة عدد منهم، مشهد يدلل على استمرار القمع الحكومي للأصوات المطالبة بفرص عمل على الرغم من الاعتداءات بأنها حكومة وقالت على نفسها هي حكومة خدمة جتي لخدمة كل العراقيين. قل لها يا خدمة جاي تحكي عليها والحال اللي دا يصير بالبصرة هو هذا. تعالوا نشوف اللي صار بالبصرة من اعتداءات صارت ضد وطالة خريجين في المحافظة، شوفوا بعينكم. صوموا 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 هذا العقيد ضربني، هذا ضربني، هذا بالصندة الخضراء، هذا بالصندة الخضراء ضربني، هذا ضربني، هذا ضربني، الله لا يعطيك إن شاء الله، عسى حظك وبختك. هذا ضربني، هذا ضربنا بالصندة الخضراء، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. رجع لا مو مال علاقة، رجع يا قيد العقيد طلع لي ورا. اي هذا العقيد ضربك ارجع بس ارجع بس ارجع بس انسحب. ما عاد عندنا فاس. ارفع راسك لا تدنق، ارفع راسك لا تدنق ابد لا تدنق، بدوخ ترى. كرهك مخلص كبير شيء. وين تطلع هو ماشي وين تطلع احسن من نفسك. محمد الشياع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران طلع في بداية عام 2024 وقال هذا العام هو عام خدمات
وانه هاي الحكومه حكومه خدمه، وطلع وقال الله لا يوفقني. اي والله من الله لا يوفقك، لانه من صرت رئيس وزراء لليوم هو هذا الحال اللي نشوفه. فالله لا يوفقك على كل قطره دم نزلت من شاب عراقي، الله لا يوفقك على كل امراه تبكي دم على ابنها اللي موجود بالسجن هو بري، الله لا يوفقك على كل عائله فقيره وما عندها رعايه اجتماعيه، الله لا يوفقك على كل صفقه فساد صارت بالبلد وانت موجود كرئيس وزراء وطلعنا من عدن البارحه واحتمال يطلعنا اليوم وباكر وعقبه وغيرها وغيرها. الله لا يوفقك لما الحصه التموينيه ما بها مواد صحيه او مواد غذائيه صحيحه او صالحه للاستخدام البشري. الله لا يوفقك واحنا مقبلين على رمضان والاسعار غلت وغلت. والله لا يوفقك لما عندك مدير او ناطق باسم وزاره الزراعه ويقول فاتحه بها 15,000 خروف هي سبب غلاء اسعار اللحوم الحمراء ويضحك على الناس وخلانا مضحكه بحلق العالم. انت حكومه خدمه، هذا شو يريد؟ يريد يتعين ببلد بتعيينات للاجنبي مو لابن البلد. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يعني منصه فيسبوك احمد السراي يقول ناس تدور حقها ليش تعتدون عليهم؟ والله لازم دعوه قضائيه ضد المنتسبين المعتدين. مصطفى جابر حسبي الله ونعم الوكيل على حكومه احزاب فاسده تتحكم بالعراق وتقمع اصحاب الشهادات السلميين، صار سنه يظهرون بدون حلول. محمد العبادي الضابط من يتخرج من كليه عسكريه يحس بنفسه ابن الوطن، بس من يجيبونه من الشارع ومن السجون وينطونه رتبه دمج اتوقع كل شيء يطلع منه تربيه احزاب مو تربيه وطن. وعلاء البصراوي يقول بلد تدرس وتتعب وهاي تاليتها بس للواسطات والاحزاب. فكان هذا تعليق الناس على قضيه ما حصل في محافظه البصره من اعتداءات على متظاهرين، من خريجين، من مهندسين، من محاضرين اللي طلعوا في تظاهرات دي طالبون انه يشتغلون. كل همهم بالبلد يقول لك اني اريد وظيفه، اني لا اريد اكون عاله على البلد، ولا اريدك تعطيني مكرمه من جيبك، ولا اريدك تعطيني قرض، ولا اريدك تعطيني شيء، اني اريد وظيفه منها اخدم بلدي ومنها اني استفاد. استفاد في مرتب اعيش من عنده يومي وشهري، استفاد في تقاعد لما تكبر بي الحياه واكبر بالعمر واطلع للتقاعد واقدر اوفر شيء نفسي ولعائلتي، استفاد من عنده انه اخدم هذا البلد. ان كنت محاضر احاضر بمدارس بمعاهد بكليات بجامعات حتى اخرج اجيال، ان كنت مهندس اشتغل اقدم يعني اقدم واجبي في دائره بلديه، في مديريه تخطيط، في مكان ما حتى افيد. مهندس اشتغل بالنفط بدل ما تشغل الايراني والبنغلاديشي والباكستاني والهندي والصيني والكوري والياباني وراتبه كل شهر 60 إلى 70 ورقه واكله عليك وشربه عليك ونقلته من البيت للشغل عليك وتوفر له سكن وتوفر له سفر وهو عايش وعائلته افضل معيشه، والشاب العراقي يطلع الظاهر يقول لك اعطيني وظيفه يقتلوا القوات الامنيه. هذا بيا حق. ففعليا الله لا يوفقك يا محمد الشياع السوداني. محمود من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ نحمد الله على كل شيء، أنتم شلونكم أخ محمود؟ والله يا أخي ما احنا زينين. والله أنا من مواليد الخمسينات. نعم. راتب ما عندي، أنا 3 مرات أقدم على الرعاية. نعم. كل ربعي طلعت من ضنايا طلع لهم راتب. نعم. أمن الله لا يوفق السوداني يوفق عشيرته. والله لا يسهل، وهذا حتى التبن هو رئيس المقاولين مال العراق. نعم. هو رئيس المقاولين مال العراق وخلى استثناء المحافظين. نعم. المحافظين طاهر الكتل السياسية. نعم. هو شنو شغله محافظ اليوم عندنا شهرين ما يقعد على كرسي ماله وكلها تدور مشاريع ياخذ مشروع 2 مليار 3 يصرف عليه 200 مليون؟ هذا رئيس العصابة هو المسيح السوداني. نعم. من الله لا يستاهل له الوجه النشال، هو مبين من شواربه نوبه يصبخ نوبه يخليه مبيض. هذا طير عقلي، هذا طير عقلي تمسك الهالة.
نعم تعطلك شوارب وبيت يقول كذا هذا اسمه كذاب. نعم نعم هذا عميل مال ايران. الله لا يوفقون من جاء المستشفى يقول الله لا يوفقني ذكرونه. الله لا يوفق النوم ولا يوفق الحساب. هو رئيس المقاولين مال العراق قام يجمع المالية كلها وزعها على المحافظين خلوا نص وكم نص. يعني محافظ هم مزين شواربه اليوم الشرن ما يقول على الكرسي البارحة سوت مواجهة وراه أنا التقنية شلون داخلية قلت له ما أنا ما عندي راتب وراحت فلوسي وجاحت تقدم ما تعشى كيف نعم 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 يا أخي إحنا هذول بزعانا بزعونا بزعنا وبزعونا نعم هذول كل مرة العراق للجانب تجيلك الله الوجه الشيطان الله يكرهه ما حد دمر العراق غير هو وربعه ونور الملك وهذا العامري نعم قسم خزعلي واني ممنون وشكرا شكرا شكرا لك أخ محمود محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم سادة أجد أحييك وحيي قناة رافدين البطل حياك الله. هم دول هم جرام جايين يجرمون بالشعب العراقي. نعم الشعب العراقي مع الأسف نايم انتفضوا عليهم بالأسلحة ليس بالإعلام العراقي. يا أخي دول هم تابعين للأحزاب الإيرانية هم دول تابعين لإيران دول دول التدخل السريع وغيره وغيره. نعم مثلا بالله تخرج البارحة بنية حاطة صورة صدام حسين بالكاسكيتو وصلوها وصور قاسم سليماني متروس البغداد العراق كله متروس بغداد وصور خاملاي الدجال الفاشل الإيراني الصفوي المجرم قاسم سليماني مو معدل صور حتى ببيوتهم. نعم البنية شايلة خارجة خطية حاطة صورة صدام بالكاسكيتو مالته تفصلوها ليش صدام راعبكم وين ما كان صدام أخو هدلة والله العظيم نهايتكم احتقرب إن شاء الله قسم بالله لا لقاكم رمضان انتوا عوالكم هاي القدرة يا اهل المتعة يا جماعة ايران انا على ابوكم لابو حتى ايران دمرت العراق كافي كافي انتوا هذول اهل العمايم القدرين قاعدين يتكربلوا والنجف اوسخ ناس انتوا جيتوا جابتكم على الدبابات الامريكية الخزي والعار شكوا معمم وسخوا قدر يا ود الانجاز تحياتي لك والقناة الرافدين. شكرا محمد. يبدو انه الميليشيات الطائفية والموالية لإيران بالذات في اللي موجودة بالعراق اليوم مجدت ضالتها بالحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا ورما بدت تزج بعدد من أفرادها أنه تدز عدد من أفراد هاي الميليشيات من العراق إلى محرقة لا إلهم بها لا ناقة ولا جمل ولا للعراقيين إلهم علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية. لكن اللي صار أنه أثار تداول مقطع مصور لتجنيد مجموعة من الشباب العراقي في روسيا ردود فعل غاضبة عن جدوى أنه شنو الغاية أن تزج بهؤلاء الشباب بهاي الحرب ورا سنوات من زجهم بقمع الثورة السورية حتى يقاتلون بذريعة الدفاع عن المراقد هناك. طيب شنو الذريعة الآن للقتال في روسيا؟ أكو مرقد بروسيا مثلا؟ أكو مقدس بروسيا مثلا؟ ليش الشباب العراقي قاتل بروسيا ضد أوكرانيا؟ شنو السبب؟ شنو المسوغات مالتهم؟ أكدت مصادر مطلعة أن هؤلاء المرتزقة اللي طلعوا بالمقطع المصور اللي راح تشوفه بعد شوية يتقاضون أكثر من 500 دولار شهريا وهو مبلغ زهيد بوقت يعرضون بأنفسهم لمخاطر حرب مستعرة من سنتين. هذا اللي صار بروسيا. تعالوا نسمع. أبو خير وسلام استلم الزي العسكري والمنامية اليوم صورني مقتدى وحسين وهي أم الاستخبارات اللي هي مسؤولة عن النيل تهاجم يا ماسكية وأستلم الأهم حجي إن شاء الله اليوم أو باكر صاعدين إحنا يلا يولد في مال الله. هذا فيديو يحكيكم به عن الحال هنا. أما هذا الفيديو يبدو التخادم اللي موجود بين روسيا والميليشيات في سوريا بلغ مبلغ كبير خصوصا بعد أن سهلت هاي الميليشيات تدفق الشباب العراقي للمشاركة في القتال بصفوف الجيش الروسي بعد أن تم تضييق الخناق على العراقيين من الشباب العاطل عن عمل واللي صار حلمه أن يتم توفير فرصة عمل إله واللي يروح بالعراقي الظاهر ويقول له شغلني ينضرب بس هو يريد يعيل أسرته ويريد يجيب مصدر رزق لهم فدا ينجبر يروح يتجند بروسيا للقتال ضد أوكرانيا دفاعا عن الكرملين وبوتين. شنو علاقة العراق بالكرملين وبوتين وروسيا والحرب الروسية الأوكرانية ما أدري.
شنو السبب اللي يدزون الشباب لهناك ما أدري. قاتلت في سوريا دفاعا عن المقدسات ودفاعا عن الأضرحة، وكان مسوغ طائفي بحت. وبالبداية قلنا هم احنا شلنا علاقة باللي صار في سوريا، وليش الميليشيات العراقية تدخل الشباب العراقي باللي دا يصير بالداخل السوري. اما بروسيا شنو الموضوع ما ادري، هل هي روسيا وسوريا نفس الاحرف وقلبوها؟ لكن احد الشباب المشارك في الحرب الروسية الاوكرانية من الميليشيات الولائية الموالية لإيران ينصح الشباب الجدد اللي يروحون روسيا، يقولهم يا بتعالوا اشتغلوا يا روسيا ويا الجيش الروسي، بس لا تطبون بالجبهات مال القتال. تعالوا نسمع تعليقات. يكتبوا لي شلون نطلع للجيش الروسي، وشلون نجي للجيش الروسي، شلون نجي روسيا، وشلون نطلع روسيا، وشنو يدوها رواتب شنو. حبيبي اول شيء انا ما انصح الناس اللي تقدم روسيا. تفضل حبيبي. التنانة جاي حرف كل شيء توقع، يعني لا تاخذون الدنيا بضحكي ونجي وفلوس كذا يطوني والجواز الروسي والكذا المبلغ وما شنو. جاي حرف كل شيء توقع. نصيحة خوية من أخ عراقي لأخوة العراقيين وكل العرب وكل المسلمين، لا تخطي خطوة حبيبي. أنت عندك عندك ناس يعني بالعراق إذا مدبر شغل مدبر عمل، لا تخطي خطوة. فالمهم حبايب، إحنا طبعا من الصح أي شخص أي شخص يطالب بجيش روس، أنا لو ما داقين فقر بالعراق، لو ما مقدم على هواي شغلات، لو أكو تعيين بالعراق. يعني شريد أعلق على الموضوع، ما أعرف الفيديو يحتاج لصفنة حتى أقدر أعلق عليه. الفيديو يراد لقعدة ومزاج وفنجان مال قهوة حتى أقدر أصفن شعلق عليه. أريد أسأل سؤال واحد، القيس الخزعلي، الهادي العامري، الولائي، ما أدري شنو، شكو حجي وشكو حاج وشكو مقدس عندكم وشكو معمم عندكم، هيجي دم الشاب العراقي رخيص الدز الروسي يقاتل ضد أوكرانيا؟ ليش أدز الشاب العراقي أنا أخسر دمه وخسره؟ لأجل من؟ وش راح تقدم لك روسيا؟ وش اللي راح تعطيك يا روسيا؟ وإذا أريد نحكي روسيا شو مسوية، يراد لي مو حلقة 100 حلقة وما أخلص. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت. مجاهد الطائي على منصة أكس يقول: من القتال لصالح إيران إلى القتال لصالح روسيا، يبحثون عن حرب، هذه إسرائيل تقتل في غزة، اذهبوا وقاتلوها. ومن يقاتل خارج الحدود من أجل مصالح دول أخرى مقابل المال يسمى في القانون الدولي مرتزق العقابي. وأكو شباب عراقيين تطوعوا في أوكرانيا، كل هذا بسبب حكومة أنفاس الزهراء وعمر رمضان. هذا الفيديو وحده كافي لإدانة العراق دوليا ومقاطعته دبلوماسيا. وسيف الدين المهنة: أخذتم الشباب إلى سوريا بحجة الدفاع عن السيدة زينب والعقيدة، الآن أخذتم إلى روسيا للدفاع عن من؟ عن لينين. ومستهزئ وقاتب علي عليه السلام: في زمن الإطار صار العراقيون مرتزقة يساقون إلى الموت مقابل مبالغ زهيدة. فكان هذا تعليق الناس على قضية تجنيد الشباب العراقي في روسيا للقتال لصالح روسيا مقابل أوكرانيا في حرب. والله ما أعرف شنو دخل العراق بها. تمام. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حبيبي لا هي وظيفة مع البلدية تنبع بها. نعم. شنو ما يشد الشاب العراقي يبحث على كنا شبابنا كنا نبحث على الرزق عزل من دولة. نعم. حقهم حق الناس تريد تعيش، لأن لا بيت لا وقع بالتجاوز ولا كهرباء عنده ولا مولدة عنده، ويريد يعيش نفسه. بس هم يريدون يعيشون، بس هذا الحامر يريد يعيش، بس محمد السوداني أبو علي، بس أبو علي أبو علي أبو علي الشاب يريد يعيش ويقاتل بروسيا. أبو علاوي بس بلا زحمة، شاب العراقي يريد يعيش يروح يقاتل بروسيا؟ طيب أنا أريد أسأل السؤال، أنا ما دعش عن الشاب العراقي وما دعش عن المواطن العراقي، تقول لي حقهم. يعني الحكومة العراقية توفر وظائف للبنغلاديشي والإيراني والصيني والياباني والهندي بحقول النفط العراقية اللي يشتغلون بالنفط العراقي ورواتبهم 60 و70 ورقة، والشاب العراقي ما عنده شغل، ويروح الشاب العراقي يشتغل مرتزق
ب 500 دولار. حبيبي عزيزك بالشي عربية تدري عمليات الانتحار عندنا صارت عملية عادية؟ نعم. بسبب الحشيشة وسبب المخدرات اللي طبوبونا للعراق. اليوم بس بناحة الديوانية أربعة بيوم واحد. لا حول ولا قوة. خلي يطلع السودان ويشوف حكومته بالمحافظات، خلي يشوفهم. يعني أنت هم سلطوا حكومات، يطلع شو اسمه هذا يقول كل الفلوجة بعد ما تحكم احنا نحكم. لا حبيبي، كل ناحية وكل محافظة حطيتوا أبناء الحوجة. يعني ساعدنا مدير ناحية التحيينات بس إلى والقرايب. أنا عندي اثنين مدرسين، واحد لغة إنجليزية واحد تربية، قاعدين يشتغلون حمالة. الله يرضى بعده يرضى. يعني عصابات مجرد حقها الناس تهاجر، حقها الناس تقسمه. لأن طبوتوا المخدرات يعني بنا تحتية ماكو. يعني شان طلعتوا الناس من دينا ومن أخلاقها كده ومن كل شيء طلعتوا. الله وكيلك ترى الحكومة ما حد يعمل بها خير، ما حد يعمل. وفاشل العراقي اللي يتوى على الحكومة بحيث كبيرة. بس الشعب العراقي ظل جبان تحت عشائر وتحت أحزاب. شكرا شكرا لك أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام والرحمة وبركاته. أستاذ العزيز أبو علي، شو أبو علي كل حلقة نوبات يطلع يطلع ويرجع العوجة. عمي يا عوجة، العوجة انهجمت راحت. إحنا شيل على حشك هذا اللي حقوله أنت الباكستاني وغير الباكستاني، الراتبة 60 ورقة، وهذا العراقي اللي حيروح برا يتطوع بخمسة أوراق. نعم. يعني خمسة أوراق أنت أبو 60 ورقة. لو يدفعها لو يدفعها للعراقيين وعين العراقيين، والله ما ظل بطالة بالعراق وكلها تصير أموره فوق اللازم. بس يا عم لا تحكمنا ناس زايحة، ناس زايحة، وما ينقسمنا اللي يحكمنا غير القضاء العراقي. نعم. القضاء العراقي أقذر قضاء بالدنيا كلها. نعم نعم نعم. مرتشيين، تلقي المحامي مرتشي، القاضي مرتشي، من كلها. نعم. يعني عمي وين وين نروح وين نجي؟ يقول لك حشيشة الحشيشة. أنتوا كيفتوا على صار صدام حسين؟ بالعكس هذا الوضع حيل حلو، حشيشة ومخدرات وكريستال وحبوب. بالعكس هذا الديمقراطية جابتها أمريكا، هاي هي بالعكس على العراقيين، مع احترامات العراقيين الطيبين وسلاح منفلت وعشائر من تطلع ماكو مدار حبيناتها اجعلها جبهة بجبهة وماكو ايش طق. عمي وينك ايش حشي؟ نعم وينك ايش حشي؟ شو هذا الطق ماكو؟ ما طلع على الأمريكان، ما طبوا الأمريكان العراق. نعم. العراق مخامخه مال أبو صدام، العراق مع العراقيين كله. انت عراقي وانا عراقي، احنا ندافع عن العراق. بس منو دافع؟ احد دافع عن العراق؟ وانت يجي يقول لك شلون مقاومه اسلاميه؟ يا اسلاميه عني اوفوها معودين. نعم. مقاومه اسلاميه، مقاومه لا اسلاميه، لا اسلاميه. ويجيكم محمد هم لهذا السبب هم يسموهم حكومه مقاوله مو مقاومه. المقاومه بريئه من عندهم استاذ العزيز. نعم. خلي يطلع واحد، خلي يطلعون تصوير لهم من كانوا الامريكان. اتحداهم. نعم. اتحداهم، خل واحد منهم يطلع تصوير بين حيقود مقاومه. نعم. ناس دايحه واني ممنون منك استاذ. شكرا أفل. شكرا لك ابو عبد الله. بالنسبه الى الشاب العراقي، البارحه طلعنا فيديو بحلقه صوتكم، انا طلعت الفيديو بالبصره، ناشطي ناشد مدير شرطه البصره الجديد يقول له اكو عائله عندها معوق ومره مسنه يبيعون كلينس وعلج وما اعرف شنو بالشارع، وانتم تركضون وراهم بلكت تخلصون الناس من هاي الصور السيئه مثل ما انتم تقولون. هو يقول لك يابا ما عندهم رزق غير هذا الشيء، عندهم معوق يحتاج علاج وعندهم. طلعناه البارحه اللي تابعنا يتذكر. تسمعوا الخبر الجاي. اكو اوساط اجتماعيه وقانونيه وامنيه بالعراق حذرت من تبعات ظاهره التسول، القدية، المجادي، شلون ما تقولون قولوها قولوها، اللي بدأت تتسع بالمجتمع العراقي بسبب انخراط عصابات تتجر بالبشر وتقاعس السلطات الحكومية والقوات الأمنية أن تلقي حل لهاي الظاهرة السيئة. وظاهرة التسول والقدية بالشارع اليوم صار بها منحة خطير
بسبب انتشار جماعات وعصابات للمتسولين بالطرقات والتقاطعات والإشارات المرورية والأماكن العامة والمتنزهات والمؤسسات الحكومية وقرب الجوامع والمراقد الدينية وفي كافة مؤسسات وأبنية الدولة. وامتهنت جنسيات أخرى، سلام عليكم عيني وزير الداخلية، أكو أجانب مقادي بالعراق، تدري لو ما تدري، إذا ما تدري يا جماعة الخير مدير المكتب بس قاعدة من النوم. السلطات الحكومية ما عندها أرقام دقيقة عن عدد المتسولين اللي موجودين بالعراق، واللي صارت مصدر قلق لكل العراقيين، وبسبب تدفق أعداد كبيرة من المتسولين الأجانب بشكل ممنهج عبر عمليات تهريب تنفذها مافيات الاتجار بالبشر. يلا يا القوات الأمنية شوفونا حظكم وبختكم ويا ذول التجار بالبشر ويا المتسولين ويا المافيات، لو ما بيكم خير، بيكم خير بس على ابن الخايبة. مسؤول حكومي كشف انه هذا ذول المتسولين بيجون للعراق بطريق التهريب، زين، وهذا مسؤول يدري هم بالتهريب بس ما يعرفون من اللي يهرب، ما يعرفون شلون يجون. المهم ودا يجون ويا أفواج الزوار خلال إحياء المناسبات الدينية بالبلاد، طبعا يجون. إذا الإيرانيين يدفر الباب برجله وما يختم جواز ويطب، طبعا يطب من هب ودب للبلد، والمقد يفوت، واللي عنده مرض إيدز يفوت، واللي عنده مرض جلد يفوت، واللي عنده عملة ما أعرف شنو يفوت، ومهرب الآثار يفوت، كلها تفوت، وأبو الكريستال يفوت، وأبو المخدرات يفوت. ويقول لك كلهم معظمهم جنسياتهم آسيوية. هذا اللي المسؤول اللي أضافه اللي تم تحفظ على هويته وما حد يعرف شنو اسمه، أنه أكو مجموعة منظمة من عصابات بداخل العراق تستقطب ذول المتسولين وتتواصل وياهم وهم بالخارج، ويوزعوهم بمنازل متفرقة لمن يوصلون للعراق وينشروهم بالمحافظات العراقية. ولفت أنه من بين هؤلاء أكو أشخاص ذوي إعاقة، وهاي الحالة خطرة لأنه تشمل التسول و للتجار بالبشر هم، يعني يبيعون ناس جهال وأطفال وبنات وولد. أكو مقطع مصور وثق لنا يا مواطن شاب من بغداد، وثق لنا نسوة أجنبيات دا يتجولون بأحد أزقة العاصمة العراقية الحبيبة بغداد لغرض التسول. هو يتساءل يا جماعة الخير بلا زحمة، مو أني، هو يقول بلا زحمة ممكن أعرف منه اللي سهل لهم الطريقة اللي يدخلون بها لبغداد والعراق. تعالوا نشوف. شوف باعوا ذني، باعوا هن باعوا هن. شوف ذني مو عراقي، هذا قوطية مال حليب عود هي تقدي، تمام. هذني مو عراقيات اصلا، يعني هواية اكو من عندهم، زين. ادري واحد يطبب له مستثمر للبلد، يطبب له واحد تاجر، يطبب له سائح، خو مو يطبب له مقدي. شنو ذني ما تقولوا لي شنو؟ لا اخويا، هو عارف شلون يستثمر، لانه المستثمر اللي يطبب البلد لازم ياجر مكان، محل او دكان او مخزن او شركه، ويوظف ناس ويعطي رواتب وغيرها وغيرها من هالامور، وضرائب، ويعطي رشاوي، ويجي واحد يقول له النص من النص، ويجي واحد ياخذ له كوميشن. هذا جايب لك الشم متسول، يقول لهم انا ادسكم بالمناطق، تفترون، ترجعون، تعطوني المالات وانا اعطيكم حصتكم. واللي مدى يعرف انا ايش دا اقصد، اكو فيلم لزعيم الكوميديا المصريه اسمه المتسول، روحوا شوفوا العصابه اللي كانت شغله، راح تعرفون ايش دا اقصد بهاي القضيه. بالمقابل السلطات الحكومية تنفذ هواية من حملات أمنية بين فترة وفترة حتى تسيطر على هذه الظاهرة، لكن ضباط الشرطة يقولون أنه أكو جذور لهذه الظاهرة ما يقدرون يقضون عليها بالقوة، لأنه إلها صلة بظواهر أخرى، مثلا كالفقر اللي صار يشمل ملايين من العراقيين، واللي بعدها خارطتها دا تتسع يوم على يوم، واللي عاني منه المجتمع العراقي من تفكك أسري، انحلال أخلاقي، تعاطي مخدرات، كله بسبب سياسات عشوائية خاطئة، بسبب فساد، بسبب فوضى الديمقراطية الأمريكية اللي تم عم العراق من 2003 حتى اليوم. ظاهرة التسول هي مهنة تجارية وراها أحزاب ومافيات حتى يكسبون كسب غير مشروع، هذا كله دا يصير بتواطؤ حكومي ساهم بانتشار هاي الظاهرة. عندنا مواطن من محافظة ديالى صورنا الفيديو اللي راح تشوفوه وراي هذا الفيديو، يشوفكم مجموعة من المتسولين دا ينزلون من سيارة توجهوا وراها بالشوارع حتى شنو
يقدون بالتقاطعات بالأسواق على المنازل بالبيوت بمحافظة ديالة. تعال نشوف هاي العصابات شلون تشتغل. نفهم جابوا جيبه ملابسين يا هاي ده يبدلن. شوف عشان طلعت شلون جابت عربانة انا راح صعب بيها راح يصعب بيها لو طلع الملابس وصخة لبسا مو راح يقعد على العربانة راح يتفرقن هاي قعدت على العربانة هسه مقرمة قعدت شلون درب لا هي طلعت قسم المجموعتين هذا الحال اللي يصير بالعراق. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود من محمد العراقي: قسما بالله العظيم الفقراء والمحتاجين قاعدين وساكتين والناس هي تودي لهم وهذا حق. محمد الخفاجي: هاي النماذج تقطع سبيل المعروف، المفروض الشرطة المجتمعية تاخذ دورها. ليش اكو شيء اسمه شرطه مجتمعيه بالعراق؟ احنا بس عندنا شرطه مكافحه الشغب، هاي نشوفها بالتظاهرات، بس يا تظاهرات اللي الشباب يردون بها شغل، اما تظاهرات ثانيه ما غير جماعه ما حد يحكي وياهم. علي هادي العلوش: فعلا هم جميع منظمه، وانا شاهدت نساء مره في الخالص يتوزعن على الفروع. سيف حامد: والله العظيم الفقير والمحتاج نفسهم عزيزه عليها وما يمد ايده لحد، لو ياكل تراب بس ذولا كلهم نصابه ويجدون باسم الفقير، والفقير نايم ببيته خطية وينتظر رحمة الله. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. متعب من لندن، حياك الله يا متعب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا طبعا أحييك وأحيي متابعيك، وأنت أنا بنظري الصوت الحق الوحيد اللي حاليا بالعراق. الله يسلمك على الرأس. تسلم رأسك. تسلم رأسك حبيب. اما عن موضوع الحكومه نعم وضعت، يعني ما تخلينا قاطع كلامي، وهي المشكله انه انا عندي وقت للحلقه، هذا السبب. نعم بس تفضل. تمام حبيبي. هذا الحكومه مثل الكفر اللي نشتريه للجلد للموبايل، يعني من الخارج عراقيه وهي باطنا مضمونا ايرانيه. نعم هاي وحده. الثانيه الضحك على الذقون، للاسف لا زالت الناس مستمرة بهذا الشيء. نعم. يعني لا لا. بس إذا أمكن يا متعب نصي لي صوت التلفزيون حتى أسمعك أوضح وتسمعني أوضح. نعم. تمام. إيه. ضحك على الذقون، يعني هم يهتفون بإسرائيل وتسقط إسرائيل وموت لإسرائيل. هذا عندك الحين حاليا يعني اللي هي منطقة محتلة بيد إسرائيل من فلسطين من سوريا. ليش ما تروح الميليشيات الايرانيه؟ ليش ما تقاتل اذا هم يبحثون عن الدين والمذهب وهم قضيه فلسطينيه؟ ليش يردون يدمرون البلاد؟ والله يا اخ متعب ذكرتني بنقطه جوهريه اذا تسمح لي. انت ذكرت نقطه لانه اسرائيل او الكيان الصهيوني المغتصب محتل فلسطين وجزء من سوريا. عمي عوف فلسطين، ما لنا علاقه فلسطين، ما يخافون يطبون فلسطين. هم مو عندهم ميليشيات بسوريا للدفاع عن السيده زينب؟ يلا هاي الجولان بصفكم شمرة عصا، روح قولها. ليش ما تقاتلون؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، أنت الحين خلينا نشوف السلة العراقية صارت إيرانية. نعم. وين معامل الألباب؟ وين منتجاتنا؟ وين عقولنا؟ وين رجال العراق؟ كلها صفتها هذه الميليشيات المغتصبة المجرمة. والله أخي ذولا همهم أن تدمير العراق، ما يردون عنفور العراق إذا نهض من جديد وجت رجال العراق الحقيقيين الوطنيين. هذا راح العراق يرجع من جديد، يرجع بحيله من جديد. لكن هم تدمير هذا البلد. وثاني شيء، البنت اللي صار عليها ضجه اللي حاطه صوره شهيد الامه، اقالوها من الجامعه ودمروا مستقبلها.
لكن اللي يخلي صورته بقمة البرلمان القمة التشريعية للعراق حصورة المجرم الإرهابي اللي هو سليماني والشيطان الأكبر خامني ما يكلمونه شيء، مع العلم ذراك رموز وطنية غير بلد. ليش ما تقيلون ذولا؟ ليش ما طرف؟ ليش على البنية هذه؟ وشنو سبب الصورة هذه؟ هل هي راح تهزز عروشكم؟ ناس طائفيين مجرمين همهم تدمير العراق لا أكثر ولا أقل، ولا زالت الناس تطبلهم وتفتفلهم وتشجعهم وشوهم على حق. اعتذر منك اخ متعب، بس قلت لك انا عندي وقت محدد لازم اكمل به حلقه. شكرا جزيلا لك، اتمنى حبيبي. اتمنى انه تظل متواصل ويانا وتظل صديق الى البرنامج. حياك الله اخويا، شكرا جزيلا. يعانون العراقيين من مشاكل هوايه ترتبط بالفساد المستشري بالبلد، مفردات الحصه التموينيه الرديئه اللي توزع على المواطنين شهريا هي واحده من ابرز ملفات الفساد بالعراق. الحصه التموينيه اللي العراق وجدها بالحصار حتى يدفع مجاعة عن البلد، اليوم بالديمقراطية شوفوا المجاعة اللي تصير. شهرياً أكو شكاوى لمواطنين من مفردات غير صالحة للاستهلاك البشري اللي تستورد من أسوأ المناشئ، أسعار زهيدة من دون أن تطابق الشروط، من دون أن تطابق المواصفات الخاصة بالاستهلاك والتخزين غير صحيح. عندنا مواطن من النجف يستعرض سوء المفردات الموزعة للشهر الحالي من مفردات الحصة التموينية ويسأل من المسؤول عن هذا الشيء، والمسؤول يقبل عائلته تاكل هذا الشيء لو لا؟ شوف هذا المعجون ارجع نوعيه مال المعجون، هاي ياكل منها رئيس الوزراء، ياكل منها بيت الوزير مال ياكل من عندها وزير التجاره، هاي وكل جهاله من عندها. هذا المعجون شوف اراويك الحصول به، شوف 50 دينار 50 دينار الكيلو. هذا رئيس الوزراء والوزراء يكون من عنده، حتى الحيوانات يكون جهالهم من عنده 10 اضعاف 10 اضعاف 10 اضعاف 20 اضعاف ياخذونه ياخذونه. هذا كله اموال الدوله، كلها هدر بالاموال العامه. خلي نشوف رئيس الوزراء طبعا زين. ده شوفون شي ست من اللي موجود جوا هذا البي اصفر هنا. ما اقتصر الأمر على سوء نوعية معجون الطماطة والحمص والشكر والعدس، لا، الأمر كله صار بكل المفردات اللي تجي عن طريق الحصة التموينية. المائدة العراقية اليوم بمقدمتها هي مادة الرز أو الأرز أو التمن. شركة محلية تستغفل المواطن العراقي عبر تغيير اللوجو والشعار وشكل التشيس. هذا التشيس شوفوا اللي قلت لكم قبل شوية، ليش؟ لأنه انتقدوها الناس قبل فترة ونوعية الرز اللي تنتجه أو اللي تبيعه أو اللي تسوقه حتى تغطي على الفساد مالتها. كل اللي سواه غيره شكل التشيس مالتها القونية اللي بعض المناطق يسموها شوال، من هذا إلى هذا. تعالوا نسمع. طبعا أنا قبل 3 شهور رفعنا مذكرة عن طريق مكتب البرلمان في محافظة زيقار للمطالبة بتغيير مادة الرز اللي هي جاية تتوزع بالبطاقة التموينية اللي هي أساسا رديئة، ومشيلبين احنا بنفس الشركة اللي هي شركة الأويس، ولا كأنما بالعراق اكو تمن عنبر تركوا هم العراق اذا انتم ما تيجوا من العراق. اكو غير منشئ، اكو فيتنامي، اكو تايلندي، اكو هواي مناشئ، انتم تشلبتوا بهذا المنشئ. الحلوة انا قرب الصورة قرب، هاي كانت قبل الكونية، هاي الأويس طبعا هسه سووا هم، شوف التحايل مالهم غيروا ال القونية بهذا الشعار الجديد، هم نفسي تلأويز بهذا الشعار بشرفكم. أنا هاي رسالة أوصلها الرئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وإلى وزير التجارة بالتحديد. إحنا ترى كل شيء ما أريد من عندكم، أنتم ما جاي تطونا من جيوكم، أنا مال الشعب أريد أفتهم، يعني شلبتونا بهذا المنشئ بس أريد نفتهم. ناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، كان أول تعليق من أبو عمار، ليش بس التمن الطحين هي وجبتها مكملة مقملة ومدودة؟ عاشت الحكومة الموقرة ونشكر وزارة التجارة على سعيها لتدمير الشعب. محمد محمود، ما يفيد، شو نسوي به؟ لا ينوكل لا ينطبخ، هذا وراء بلوة تطلع بعدين. نوفل الناصر، تمن فاخر درجة أولى للحيوانات، بعد شو نريد؟ عاشت حكومة الرشيدة بعت الكيلو ب300. أحمد إدريس، والله معفن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان هذا تعليق الناس. بالنسبة إلى الأسعار اللي الارتفاع المضطرد في أسعار اللحوم الحمراء، خصوصا احنا مقبلين على شهر رمضان، أيام ونطوف في شهر رمضان الفضيل،
عجز حكومة عن كبع جماع الأسعار، حد من تأثيرها على العراقيين خصوصا الفقراء اللي صاروا عاجزين عن تأمين مادة اللحم إلى موائدهم وهي مادة رئيسية خصوصا في رمضان. وصل سعر كيلو لحم الضأن 25,000 دينار بمعدل 35%، ورا ما كان سعره تقريبا ينباع بين 12 و 15,000، هذا اللي فوق القدرة الشرائية للعائلات المتوسطة. هذا كله دا يصير في ظل تبريرات غير مبررة من قبل المسؤولين والسياسيين حول غلاء الأسعار في أسواق اللحوم والقصابة والمواد الغذائية خصوصا ونحن مقبلون في الأيام المقبلة على شهر رمضان المبارك. قسم الانفوغرافيكا عدلنا هذا الانفو، خلونا نشوفه مع بعض. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. الخريجين القدماء جددوا مطالبهم المتمثلة بالتعيين وإنهاء حالة التهميش والظلم اللي يتعرضون إلى من سنوات. الخريجين المتفاعلين على وسم الخريج القديم حقه بالتعيين أكدوا أن التعيين يجب أن يتم بناء على أقدمية سنة التخرج. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق. رؤى عيسى الزبيدي تقول أول خطوة في الإصلاح تكون في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم، من خلال تعيين كل خريج حسب اختصاصه ليتيح ذلك له خدمة بلده والمجتمع على أفضل وجه، وهو ما سيكون من شأنه بناء دولة مستقرة متكاملة الأركان تنعم بالازدهار والسلام الداخلي والخارجي. ماجد، لكي تنهض الدولة وتزدهر يجب عليها أولا استقطاب الكفاءات والطاقات من الخريج. وزهراء علي حسين تقول مطالبنا دستورية وحقوقنا مشروعة، فلماذا المماطلة ولماذا التسويف؟ وآلاء إسماعيل تقول نطالب أصحاب القرار بإنصاف الخريجين القدامى من خلال وضع آلية لتعيينهم حسب أقدمية التخرج من الأكبر عمرا والأقدم تخرجا واستثنائهم من نقاط المفاضلة. فكان هذا المنشور وغيره على هاشتاغ الخريج القديم أحق بالتعيين على منصة اكس، وهنالك الكثير مما غرد على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق اليوم. عندي رسالتين، وصلتني رسالة أولى تقول العراق اليوم نموذج حي للدولة الفاشلة، مع تحياتي للجميع وتمنياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. ورسالة أخرى تقول بالله عليك أخي الغالي، هاي دولة؟ هاي مو دولة، هاي مالها مجية أجلكم الله. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله. انتظروني، في أمان الله.